والجولان يا عينيا. أول هضبة الجولان بعد سمخ. هضبة الجولان نتسلق هذه الجبال العالية ونأخذ لكم هذه المناظر ننقلها لكم من هضبة الجولان. هنا كان الأسد. هذه هضبة الجولان. ما شاء الله السهول. هوا وهذا هو جبل الشيخ يظل علينا من بعيد من ناحية الجنوب. نعم وإنها إن شاء الله سنعمل لكم هذا الفيلم ويكون روعة بالتصوير عيسا في هوا ليلى بقي يا حرام يا حرام. إحدى الكرة السورية في هضبة الجولان. هسه مجدل الشمس على الشمال ولا دغري دغري كيف؟ طيب معك جبل الشيخ
كرة وأراضي واسعة تركها السوريون وراءهم. يا خسارة، هيا سهول خضراء. حسبين 10، لوف 9، أبينا إيتون 7، اللي 4، بندر شمس. بندر شمس 68 كيلو متر من هون، من هلا بندر شمس 68، عين زيوان 44. السلطات الإسرائيلية تقوم على قدم وساق في إعمار هذه المنطقة، وهذه طريق فرعية مريناها حيث يقيمون هذا الشارع العريض، وهذا الجسر اللي مرينا عنه وانت مشدين شلفون. بعد أن مرينا عن طريق فرعية، لأن السلطات الإسرائيلية بتعمل في طريق حديثة وعريضة. هلا في طريقنا لكسرين، ونقابل الآن جبل الشيخ من هذه الناحية. شايفه؟ بتكون على الشمال ومجد الشمس على اليمين. إشارة راحة. لا يا ديوان 20، ألوني 13، كيشيت 7.